كوكو لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني كنتمنى الفيديو تاع اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. الفيديو تاع اليوم هو غسول للفم، يعني بامبوش، اللي كتكون حاجه طبيعيه وحاجه مهمه ومهمه لينا بزاف في هاد في الحياه ديالنا، يعني اوبليجي، شي حاجه اللي ما كنقدروش نستغناو عليها. ولهذا انا جيت نتقاسم معكم الوصفه اللي كندير انا، اللي كما كنقول لكم الحاجه اللي كنديرها انا عن تجربه، هي اللي كنتقاسمها معكم وكنبغي نتقاسمها معكم. وكما قلت لكم هي شي حاجه طبيعيه وشي حاجه صحيه او ميم طون، اللي المكونات ديالها سهله وبسيطه وتطلع يعني وبارخص ثمن، وكتكون عندكم شي حاجه صحيه للفم ديالكم اللي هو زعما ضروري، شي حاجه كنعتنيو بها ولازم نعتنيو بها. الوغ اشنو كنحتاجو لهاد البامبوش ولا غسول الفم؟ كنحتاجو القرنفل، حبيبات ديال القرنفل، وكنحتاجو اوسي عويدات ديال القرفه. اللي ما عندوش العويدات يدير غير البودغ، بحال سوا لو بودغ سوا العويدات ديال القرفه. كنحتاجو وريقات اوسي ديال النعناع، وكنحتاجو لي ترونش ديال السيترون، ها هما لي ترونش ديال السيترون والعريشه تاع النعناع. وكنحتاجو حبه حلاوه، وكما كيقولوا اولا حبه الطيب، يعني غير الاسم ديالها راه حاجه زوينه لهذا. وكنحتاجو الزعتر شويه. الو فواحد الكاسرونه، هكا في كاسرونه كنجبدو كنجيبوها كنحطو داك شويه القرنفل، وكتعرفوا القرنفل راه مطهر للفم، ويعني واحد الكلوروفيل يعني، والناس سيغتو اللي عندهم المشكل في الاسنان ديالهم كيضروهم ولا الضروس، هذا كيكالمي لي دولو، حيت كاين فيه واحد الماده ديال شويه من داك كنقولوا حنا البنج او الانستيزي، سي بور سا كيكالمي دوك لي دولو ديال الحرق الاسنان. ومزيان لتا يعني لي جونسيف، حاجه مزيانه. القرفه ريحتها زوينه وحاجه زويونه يعني طبيعيه، كنديرهم هنا. يعني النعناع وريقه ديال النعناع اللي راه الاصل ديال يعني كداك لي دونتيفريس، اغلبيه كيصاوبوه من حاجه كيقول لك يعني رائحه النعناع. لي ترونش ديال الحامض، راه كنعرفوا بانه الحامض حتى هو كيحيد ضد الميكروبات، حتى هو شي حاجه زوينه. كنديروا واحد دو ترونش حتى هما ديال الحامض، وكنديروا حبه حلاوه او حبه الطيب، يعني قلت لكم كما قلت لكم غير الاسم ديالها راه حاجه زعما كافي الدليل على ان شي حاجه طيبه كتكون عندك في يعني في الفم. الناس اللي عندهم اللي كيعانيوا من الرائحه ولا من ديك اللثه ولا هذا، حاجه مزيانه ليها. الزعتر حاجه غزاله، سيرتو الناس اللي عندهم المشكل ديال لي جونسيف، يعني ديال اللثه، اللحم ديال السنان كيدوز لهم بالدم او لا سونسيبل، هذا مزيان بحال كيكمد بحال يعني ما كيخليش داك داك اللثه كدوز بالدم او لا يعني كتجمع يعني كتولي مزيانه كتكمدها. صافي كنديروا هذا الخليط كله في الكاسرونه، وابخي كنزيدوا عليه واحد الكاس، وكيكون كاس كبير ديال الماء مغلي. انا هو عندي هنا مغلي اولا عاد، المهم كاس كبير اللي غيغلي لكم هاد الخليط هذا في الكاسرونه. وكديروه اغلى على البوطه واحد 10 ديال الدقائق حتى كيغلى مزيان. انا راه هو عندي هنايا راه ديجا وجدته، كيغلى مزيان 10 دقائق، وتخليوه يبرد وديروه في القرعه اولا في شي بوكه اللي حاجه مزيانه اللي كتسد مزيان حتى يبرد بالحق. صافي وكتبقاو تغسلوا منه العوض اللي غتشريو داك البامبوش من المحلات، وكاين اللي عنده واحد الحساسيه ما كيقدرش على داك البامبوش بتيلمو بان فيه داك كيحرقو في الفمو او اللي كيلقاه مجهد او اللي كيقول لك انا ما كنعرفوش باش كيدار، ما نقدرش ندخل شي حاجه للفم ديالي. يعني هذا حاجه زوينه وحاجه طبيعيه وصحيه او ميم طون، يعني كنعرفوا شنو كنديروا. والله العظيم زعما انا كنجربو كنلقى عليه زعما حاجه مزيانه، سيرتو الحرق ديال الضروس. حتى الوليدات مساكن راكم عارفون الوليدات الصغار فاش كيبداو يبدلوا السنينات ديالهم كيكون داك الحرق ديال الضروس. مره فاش نبغوسي وليدو ناخذو ونشلو بهاد الغسول هذا، حاجه قلت لكم مزيانه وطبيعيه وغير مكلفه.
صافي ديروه في القريعه وتخليوه على حساب يعني نتوما شحال غادي شحال كتغسلوه من مره في الفم ديالكم، وديروا لكم ديك القريعه في الباب ديال الثلاجه، وقت ما بغيتوا تغسلوا الفم ديالكم تستعملوها حتى كتكمل، وعاوتاني كتعاودوا الخليط من جديد. وهذا هو يعني الفيديو تاع اليوم، كنتمنى يكون عجبكم، ولا عجبكم ما تنسوناش من اللايك ديالكم ولا من يعني الاشتراك. والسلام عليكم، وهذا هو الوصفة اليوم اللي جبت لكم ولا جيت كنتقاسمها معكم، ونتمنى لكم تقبلوا عليا. السلام عليكم.